ما زال دور أو صدى حملات ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يصل للبلدان العربية والجزائر بالتحديد، حيث خرج رضا سيتي ساز عبر منشور وانتقد فيه كل من يقف مع أو كل من يقف تضامنا ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ولام العنصرية الموجودة في الجزائر، وقال بأنه عندما توجت ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو ولقت حملة وشنت ضدها حملة من السخرية والتنمر على شكلها ولون بشرتها، كما أيضا شنت حملة حول سهيلة باللشهب اللي صبغت بشرتها تضامنا مع السود ضد العنصرية، صبغتها نصف أسود مما جعل البعض ينتقدها بسبب هذا الفعل، وفي حين هي نشرت منشورات لناس أو من لأشخاص سود تفاعلوا معها وشكروها على هذا التضامن واعتبروها بحسن نية، في حين فيصل المينيو عبر في ستوري طويل سأل فيه عن سبب انتقاد الفنانين اللي صبغوا بشرتهم باللون الأسود تضامنا مع السود، واعتبر نفس الطريقة اللي ضمنوا معها مع الصحفي اللي فقد عينه. هنا يجدر الذكر أن صبغ لون البشرة بالأسود ليس تضامنا مع السود بل هي العنصرية بحد ذاتها.